بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. تعالوا النهاردة أكلمكم عن الاكتئاب. الاكتئاب اعتلال عقلي خطير، بيشعر المكتئبين بالخوف أو الذنب أو العجز. كتير منهم بيفقد شغفه بالعمل والحياة، وكمان بيبقى عندهم إرهاق وآلام وفقدان للشهية. بعض المكتئبين بيحاولوا يأذوا نفسهم، وممكن يوصل بيهم الأمر لحد الانتحار. الأطباء النفسيين ما يعرفوش أسباب الاكتئاب معرفة تامة، لكنهم بيقولوا نظريات كتير، مثلاً إن الاكتئاب بيكون بسبب فقد قريب أو صديق، أو بسبب فقد شيء غالي عليك، أو بسبب مواقف اتعرضت لها في مرحلة الطفولة. طيب إزاي نعالج الاكتئاب ده؟ في علاجات كتير للاكتئاب. واحد، التنويم المغناطيسي، وده مهم جدا لمرضى الاكتئاب اللي بيشكلوا خطر على نفسهم. 2، العلاج النفسي. هنا الدكتور النفسي بيحاول انه يفهم الاحداث اللي مرت في حياتك وممكن تكون سبب للاكتئاب. رقم 3، طبعا العلاج بالادوية. رقم 4، في كمان الصدمات الكهربائية، ودي بتستخدم في المرضى اللي مش بيستجيبوا للعلاجات الأخرى. بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش كمان الاشتراك في قناتنا الجديدة، ليه؟ هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.